مستمرين معاك كابتن اسلام الشاطر، كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي مبارك من جديد. فوز مهم ومطلوب خلال هذه المرحله. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره ببارك لك كابتن سيد، واخد من كلامك والحديث الكثير مع لعيبه النادي الاهلي على شخصيه النادي الاهلي والقتال واللعب حتى اخر ثانيه، ده اللي انتم بتتكلموا عليه وبيبان النهارده في الملعب. الشناوي بيتالق، اللعيبه بتتالق، حطينا في الاجواء وتقييمك بشكل عام النهارده. يعني طبعا الحمد لله فوز مهم جدا، وانت عارف المرحله ديت يعني في طبعا فرص بالتاكيد بتيجي، وده برضو في الكور عادي جدا بتحصل، لكن في النهايه برضو عايزين نركز في اللي جاي، لان فرص استغلالها مهم جدا، بتخلي الدنيا احسن بالنسبه لك، بتخلي الاجواء بتبقى الى حد كبير هاديه ومطمئنه، ما بتبقاش فيها توتر يعني، لكن ده حال كره القدم يعني. الحمد لله قدرنا من الدقيقه الاولى ان احنا نجيب جول، وكان في اكتر من 3 4 فرص في ال 20 دقيقه او 25 دقيقه الاولى، واستمر اضاعه الفرص في الشوط الثاني، لكن برضو رمضان قدر ان هو يجيب لنا الجون الثاني يعني. الحمد لله طبعا ده المهم في الفتره ديت يعني. عدم الاستهتار بالمنافس ده امر مهم جدا، وده اللي بان النهارده، وكانت ليكوا تحذير كبير وليكوا حديث مع اللعيبه. مفيش في الكوره كده خلاص، انت بتتكلم دلوقتي في حساب النقطه والنقطتين يعني، مع احترامي الكامل لكل الفرق واسمها ومكانتها، لكن ممكن مباراه تتعقرف في اخر ثانيه يعني. اوكي يعني النهارده بيجي عليك بنالتي في الدقيقة مثلا 92 ولا حاجه، مدى صحته مش من عدمها مش هتكلم فيها، لكن في النهايه يعني ممكن كانت تبقى النتيجه 1-0 بس تمام، وبدل ما كنت تبقى فارق 3-4 ترجع تاني في الماتش. وارد في الكوره، وارد في الكوره، لكن استهتار بفرق لا طبعا، لا مجالها ولا مكانتها ولا توقيتها ولا اي حاجه خالص يعني. بجانب المكسب اكيد في مكاسب عديده مع اللاعبين وفي ارضيه الملعب، يعني لو بنتكلم عن المكاسب من وجهه نظرك كابتن سيد، ايه مع المكسب اللي قدمناه؟ انا قلت بس يعني حاجه معاك المره اللي فاتت، خلاص المكسب بيقربك شويه، او المنافسه طبعا شديده جدا وكل حاجه، لكن في النهايه اهم مباراه هي اللي جايه يعني. خلصت مباراه النجوم بكل حاجه كل ما فيها يعني، بتخش على مباراه سموحه، هي اهم مباراه بالنسبه لنا هي مباراه سموحه، تخلص مباراه سموحه يبقى اهم مباراه بعدها مباراه امبي وهكذا يعني. النادي الاهلي لن يرفض هدايا الاخرين، لكن تصدره ده يتطلب منه شغل كبير جدا ومجهود كبير الفتره اللي جايه. كابتن انت بتلعب على الاعصاب في الفتره الحاليه، عشان كده بقول لك مفيش وقت لعدم التركيز او عدم يبقى فيه تفكير مظبوط او ايجابي، لازم يبقى فيه ايجابيه في كل حاجه، لازم يبقى حوالينا طاقه ايجابيه، ده مهم جدا، حوالينا نوع من الثقه والحماس في نفس الوقت، بنلعب بقلبنا وعقلنا يعني، ما ينفعش ان انت يبقى حماسي قوي بس عقلك تاخد كارت احمر، تاخد انذار. حتى الشناوي النهارده انا رافض تماما حته الانذار ديت، لان مش في وقتها زي ما قلت لك يعني، وده مهم جدا ان يبقى في كلام فيها، لكن في النهايه زي ما قلت لك لازم يبقى في تركيز لحد الثانيه الاخيره. اخيرا رمضان كريم، كل سنه طيب يا كابتن سيد، تحب تقول لكل الجمهور جمهور النادي الاهلي مظبوط شهر رمضان من خلال شاشه الاهلي؟ طبعا كل سنه وانتم طيبين في الامه الاسلاميه، للامه الاسلاميه كلها في كل انحاء العالم يعني، وتحديدا الامه العربيه وخاصه الامه والشعب المصري، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يبقى شهر دايما زي ما هو سعيد وجميل، ربنا يتقبل فيه صالح الاعمال، وان شاء الرحمن باذن الله تعالى سنه سعيده ورمضان سعيد على كل المصريين وكل العالم الاسلامي باذن الله. شكرا. اكيد.